جلال طلباني الله يرحمه الرئيس الراحل اتصل بالرئيس ساركوزي قال هذا رجل نبيل بضمانتي وانا ما عندي معرفه سابقه. ساركوزي رحب قال رجل بضيافتنا. خلال المقابله او المقابله معهم طرحوا انه الامريكان يبحثون عن شخصيه مواصفات مرحوم صدام حسين. فما هو رايك نقدمك لهم؟ قلت لهم اذا نجوز اولا قلت لهم بصراحه انه انتم غلطانين انا ما اشبهه رجل الله يرحمه طويل وثقيل وانا رجل هم حكوا قال لا احنا حلف الونس. قلت اذا اللجوء السياسي مربوط بهذا الامر ما اريده مرفوض نهائيا قال على راحتك. المره الاخرى 2016 مكتب الرئيس هولون فرانسوا هولاند نعم فرانسوا هولون طلبوا اجتماع دار ثلاث اجتماعات رادوا ينطوني قوه تشكيل قوه يعني يدربوا لي هم. قلت لهم انا ما مستعد اكون شرطي. طرحوا علي مشروع الاقليم نذهب الى مشروع الاقليم السني تمام وهم يدعمونهم الأوروبيين. فقلت لهم هذا ليس مشروعي